أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم الكاتب والروائي اليمني الدكتور مروان الغفوري، نناقش معه عدد من الأوضاع السياسية والمستجدات في الساحة اليمنية، وكذلك عددا من آرائه التي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك دكتور مروان. إذا بدأنا من فبراير، الذكرى 6 لفبراير، هناك من يلقي اللوم على فبراير، يقول أن فبراير هو ما أوصل الأوضاع إليه الحال في اليمن خلال هذه الفترة، أنه بسببه سقط الحاكم ولم يسقط النظام ولم أيضا يتم استعادة النظام بعد ذلك. طبعا كانت مهمة فبراير غاية في البساطة، لكنها أيضا مهمة تاريخية، وهي أنه ثوار فبراير اكتشفوا في لحظة ما أن نظام علي عبد الله صالح بالطبيعة التي كان عليها غير قادر على أن يشكل أي استجابة تاريخية للمشاكل سواء المزمنة أو الحادة في اليمن، فخرجت الجماهير في حشد جماهيري تاريخي استمر حتى حدث هناك انتقال للسلطة. انتقال للسلطة مشهود برعاية خارجية، انسحبت فبراير من الشوارع والميادين عندما انتقلت السلطة من رئيس سابق إلى رئيس قادم، وعندما انسحبت كليا ثورة فبراير باعتبار أن ثوار فبراير سلموا بأن الفترة الانتقالية بإمكانها أن تفتح بابا ما إلى سلام أو استقرار قابل للحياة. استخدم علي عبد الله صالح فجأة، أحدث انقلابا رهيبا، استخدم فيه 3 جماعات غير قانونية، جماعة الحوثي وجماعة القاعدة والحرس الجمهوري، وانقلب على الفترة الانتقالية عندما كانت ثورة فبراير قد انسحبت تماما واعترفت بالوضع القادم، وبالتالي هي بريئة كليا عن المشهد الأخير، عن المشهد الكارثي الأخير. يعني الثوار أو من خرجوا في فبراير، هل كان يفترض أن يعودوا ينسحبوا من المشهد، أم كان عليهم أن يبقوا لحراسة الثورة لتشكيل لتنظيم أنفسهم كي لا تحدث الثورة المضادة التي حدثت؟ يعني هذا سؤال جدلي، لأنه في الأخير سلم جزء من الثورة، قبل جزء من الثورة أن تتحول الثورة إلى عملية سياسية، انخرط جزء من الثورة في عملية الحوار الوطني. الحوار الوطني كانت عملية يمنية كليانية شاملة، أنتجت 1800 مادة تمثل قمة الممكن من التوافقات في الساحة اليمنية، وكان بالإمكان، يعني بمعنى أنه الثورة ألقت الحجر واستطاعت فعلا أن تزحزح وضعا وأن تخلق طورا انتقاليا بما فيه بكل ما أخذ عليه من سواء كانت سلبية أو إيجابية، وكان من المتوقع أن الطور الانتقالي ينتقل يفضي إلى طور أكثر استقرارا، ولكن هذا لم يحدث. مهمة ثورة فبراير هو أنها في الأخير ثوار فبراير، أنا أقول دائما ثوار فبراير لم يكونوا كائنات فضائية، هم المواطن والموظف والمتعلم والطالب في الخارج والطالب في الداخل والفلاح وباعة المساوئ والمعاوز في الشوارع، عادوا إلى أشغالهم. هل نستطيع أن نقول أن النخب السياسية خانت فبراير؟ من ذهبوا إلى فبراير وبعد أن تم التسوية تخلوا عن فبراير، عادوا لمواقعهم القديمة، عادوا لتحالفاتهم القديمة، عادوا أيضا لحراسة مصالحهم؟ أنا بعتقد أولا أن النخبة السياسية فشلت في إدارة الطور الانتقالي أولا، ثم ثانيا لم تكن النخبة السياسية فيما يبدو، أو الجزء الأبرز من قادة النخبة السياسية لم يكن قد تخيل حجم التغييرات العميقة والتاريخية التي أحدثتها ثورة فبراير، فضلا عن أن الانهيارات التي حدثت في الأطراف للربيع العربي سواء كانت في مصر أو في سوريا أو في ليبيا فتحت بابا ذهبيا أولا للثورة المضادة التي قادها نظام صالح باستخدام الجماعات الثلاثة المشار إليها أولا، ثم ثانيا دخلت ثورة فبراير في الطور الانتقالي للأسف في مرحلة من التآكل الذاتي، خاضت حربا ما ضد نفسها، يعني جزء من ثورة فبراير خاض حرب ما ضد نفسه وضد حلفائه. وهذا هل كان وجود الحوثيين في فبراير خطأ؟ يعني أنا بعتقد أنه مشكلة وجود الحوثي أو سؤال وجود الحوثي في فبراير هو سؤال جدلي، لأنه الحوثيين لنتذكر أن
أبرز حروب الحوثيين في اليمن هي أو أسرع معدل للتمدد الحوثي الميداني في اليمن كان في عام 2011، ما حضورهم في فبراير أو تحديدا في ساحة التغيير، وهو حضور وحيد ضمن 30 ساحة في اليمن، حضور وحيد كان في ثورة التغيير في ميدان التغيير في صنعاء، حتى كان حضور محصور في ساحة خاصة أولا، في فعالية خاصة، أنشطة خاصة. أولا كان المكان الوحيد الذي لم يرفع به العلم الوطني بشكل حقيقي، وإنما رفع فيه علم شعار الجماعة، شعار الجماعة، وكان مزينا بكل الآيات والعبارات والمقولات التي تقول بأن هذا الرجل الذي نرفع صورته في مخيماتنا هو الأولى بالحكم، وفي معاكسة ومناهضة حادة لأفكار فبراير خارج الخيمة. هذا أولا. ثانيا كانت قنبلة دخانية، أنا أرى الموضوع كقنبلة دخانية، استطاع الحوثيون أن يتسللوا عبر هذه القنبلة الدخانية ويسيطروا على كل صاعدة، ثم ينتقلوا إلى كل من الحجة والجوف ويأخذوا معارك معها. في 2011 لاحظ أنه كان هناك في الوقت الذي كان الحوثيين يقولون أنهم جزء من الثورة، كان هناك عملية توظيف واسعة للحوثيين داخل الحرس الجمهوري وداخل عدد من الوحدات العسكرية، كيف لم ينتبه الآخرون لما حدث وقتها؟ هذا سؤال يوجه للآخرين، أنا لست جزء من يعني أنتم ككاتب وكمراقب ربما كتبت أكثر من مراجعات عن فبراير، تحدث في أكثر من مرة عن أن هناك خلل ما أصاب النخبة اليمنية في بعد 2011. يعني في 2000 وفي نهاية 2012 كتبت مقالا في صحيفة المصدر تحت عنوان أدولف الحوثي، وقلت في ذلك المقال بشكل واضح أن عبد الملك الحوثي يتحرك يقود على جماعة نزوية، وهو يمثل خطرا حقيقيا على كل من على فكرتي الثورة والدولة. في 2014 كتبت مقالا تحت عنوان لابد من ترسيم الحدود مع الحوثيين قبل فوات الأمان، وهو كان مقال شبيه بالفانتازيا السياسية، لكن كنت أزعم أنني كنت من الذين طرقوا الأجراس في الوقت المناسب. وفي ذلك الوقت أتذكر أيضا في 2013 أني كتبت بشكل واضح أطالب الهاشميين بمختلف مستويات تواجدهم في الدولة أو في المجتمع بتحديد موقف واضح من الحركة الحوثية، على غرار البيان الذي أصدر في يونيو 2004 الذي أصدره أئمة وعلماء الزيدية عن الموجة الأولى من حركة الحوثيين، عندما وقف علماء الزيدية مع عبد الله صالح وطالبوا وقالوا بأن عبد الملك الحوثي لا يمثل أولا الزيدية، ثم وتخلوا عن البطرين، عن فكرة البطرين في 2004 تماما. بينما كان عبد الله صالح في واحد من تلك الخطابات يضع رجلا على رجل وينشغل بكتابة بعض الأوراق، كان مشايخ الزيدية يطالبون بإهدار دم القادة الحوثيين، ما فيهم حسين الحوثي وجماعته. في 2011 حصلت الوثيقة الفكرية، كيف يمكن يعني الانتقال من التخلي عن فكرة البطنين إلى فكرة الحق الإلهي خلال 6 سنوات أو 7 سنوات؟ ما الذي حدث؟ أنا في تقديري الشخصي مثلا، يعني سمحت لي أن أعود إلى الوراء قليلا، أنا بعتقد أن صراع علي عبد الله صالح والحوثي في الحروب الستة كان حول من يمثل من له الحق في التمثيل الحصري لمصالح الثالوث، القبيلة المتطيفة والجماعة الحوثية والمذهب، بينما كان علي عبد الله صالح يعتقد بأنه ليس فقط الممثل الأفضل وإنما الضامن أيضا. كان عبد الملك الحوثي يعتقد بأنه لابد أن تمثل وفقا لما ورد في الكتاب، وهنا حدث صراع حول من يمثل، حول من سيضمن المصالح بشكل أفضل. قسمت أيضا الهاشمي وقسمت الزيدية، قسم على الحوثي وقسم على عبد الله صالح، كان صراعا داخل ذات رابطة المصالح، الرابطة الثالوثية. لذلك في لحظة من اللحظات بعد أن دخلنا في الطور الانتقالي وانتقلت السلطة من علي عبد الله صالح إلى نائبه، حدث أن اكتشف ذلك الثالوث الحقيقة الواقعية، وهي أنه عبد الملك الحوثي الذي أو جماعة الحوثي التي خاضت حربا قيل بأنها حرب عدمية ضد علي عبد الله صالح، لأن علي عبد الله صالح كان بالفعل قد ضمن مصالح كل هذا الثالوث
وبالتالي حرب على عبد الله صالح على جماعه الحوثي على رغم ضمير على حرب الحوثي على عبد الله صالح يمثل تهديدا عبثيا لمصالح هذا الثروه المستقره. عند ذلك اكتشف على عبد الله صالح وجماعه الهاشميين وجماعه القبيله المتطيفه ثم الجيش المتطيف اكتشفوا بانه الان في هذه اللحظه في 2014 نحن بحاجه الى هذا اللاعب المتمرد لانه التكتيكات التي اتخذناها فشلت في ان تحافظ على المصلحه العامه. لكن هنا تظل يعني اسئله تطرح نفسها. من 2004 ست حروب، هل كانت تلك الحروب مجرد اعداد لوحش معين يتم استخدامه او القذف به في مواجهه اليمنيين؟ هل كان هناك سيناريو معد مثلا لان يكون الحوثي اداه ضغط على الاقليم على ايضا اليمنيين في حال ما كانت فكروا بالذهاب في ثوره؟ 2006 كانت مرحله مفصليه، كانوا انتخابات وكان هناك بن شملان وكان هناك اتجاه ربما لتغيير المخلوع وحدث التزوير، ولكن كان في خضم الحرب كان هناك اعلى نسبه تصويت حصل عليها علي عبد الله صالح كانت في صعده. كيف نفهم هذا المزاج؟ يعني أنا بعود إلى الفكرة الأولى وهي أنه أنا بعتقد أنه يمكن أن تكون الإجابة هو خليط من كل المقترحات والفرضيات اللي طرحتها حضرتك في الوقت الراهن. هي إذا عدنا لوثائق ويكيليكس نجد أن في واحدة من الوثائق وبشكل واضح كنت من الذين ساهموا أيضا في ترجمة بعض الوثائق على صحيفة المصدر، في واحدة من الوثائق بتقول يتخوف علي عبد الله صالح من علي محسن الأحمر، لذلك هو يدفعه في اتجاه هذه الحروب لكي يحقق أحد أمرين: إما أن يهلك هذا الرجل في تلك الحروب وبالتالي يكون قد تخلص من خصم حاضر ووشيك، أو أن يتلطخ بالدماء فيفقد مستقبله السياسي كليا، وبالتالي كان هذا أحد الأهداف. لكنه لم يكن هدف الجوهري. أنا في تقديري الشخصي أعود مرة ثانية وأقول بأنه هناك صراع حقيقي كان داخل رابطة المصالح. عبد الله صالح لم يشكل دولة، شكل رابطة مصالح، ورابطة المصالح شكلها أنا كنت أشبهها في مقالاتي في المصدر من 2007 إلى 2011 عبارة عن منطقة خضراء صغيرة محاطة بمناطق عارية وفارغة وجرداء. وهذه المنطقة الخضراء هي رابطة مصالح، وفي صنعاء كان تركيز رابطة المصالح. هجم الحوثي، جاء الحوثي يحارب على عبد الله صالح، فوقف على عبد الله صالح في مواجهة الحوثي باعتباره أنا أضمن مصالحك ومصالح سلالتك ومصالح مذهبك ومصالح القبيلة المتطيفة التي تبدي استعدادا على الدوام للوقوف معك، فما الداعي للحرب؟ واختلفوا على من يمثل المصالح الأعظم. يعني كيف نفهم أنه علي عبد الله صالح هو صاحب قرار الحرب في صعدة وليس علي محسن؟ علي عبد الله صالح هو من أصدر التوجيهات بقتل حسين بدر الدين الحوثي وليس علي محسن. كيف يمكن أن نفهم اليوم أن يصبح الأعداء بالأمس شركاء اليوم؟ وأيضا هل هي يعني هل هناك التقاء مصالح يؤجل المعارك معركة مقبلة بين الطرفين؟ بالطبع في 2014 بعد في الدقائق الأخيرة للحوار الوطني، لنقول في الساعات الأخيرة للحوار الوطني، الساعات الأخيرة لكتابة الدستور، تأكد علي عبد الله صالح، تأكدت الجماعة السلالية السياسية، وتأكد عبد الملك الحوثي أن الانتقال إلى دولة لكل الناس سيقضي على مصالح الجميع بما فيها مصالح عبد الله صالح، مصالح السلاليات، مصالح القبائل المتطيفة، مصالح عبد الملك الحوثي، خاصة إذا نظرنا للطريقة التي أعدت كتبت من مسودة الحوار الوطني، الانتقال إلى حكم محلي كامل الصلاحيات أو نظام فيدرالي أقاليمي، صرف النظر عن النماذج الثلاثة التي كانت تناقش في الأخير. كل شكل للدولة يعيد الدولة إلى كل الناس ويعيد توزيع السلطة أفقيا هو تهديد حقيقي لعلي عبد الله صالح، تهديد حقيقي للفكرة السلالية. لذلك جرى الاستعانة بعبد الملك الحوثي، وكانت بالنسبة لهم لحظة حرجة. بالنسبة لعبد الملك الحوثي سأنحي صراعي معك، لأنه كان صراع داخل نفس الأسرة مع عبد الله صالح. بالنسبة لعبد الله صالح سنغفر لبعض فيما بعد، الآن نحن أمام تهديد تاريخي لابد أن نعمل معه. ثم استخدم الرجلان، على فكرة استخدم الرجلان تنظيم القاعدة، حدثت الفوضى الرهيبة وسقطت الدولة. أول من يعني هنا نحن نتحدث عن طرفين لا ثالث لهما،
الحوثي وصالح، ماذا عن الأطراف الأخرى التي ربما لم تقف موقف واضح منذ اللحظات الأولى لظهور الخطر الحوثي في مؤتمر الحوار؟ لم يقل أحدا للحوثي توقف عن التوسع، توقف عن نشر حربك في حجة، في صعدة، في الجوف، في غيرها. يعني هل كانت الأطراف الأخرى مجرد فزاعات أو مجرد يعني خيال مآتة لم تكن أيضا لديها روح، لديها مشروع وطني؟ هل كان هناك مشروع أيضا للأطراف الأخرى؟ كانت الكتلة السياسية موزايك مليء بالتناقضات، ولقصر خيال غير مفهوم حاول الجميع أن يركبوا على هذا النمر الفريد وهو عبد الملك الحوثي. حاول الرئيس الانتقالي أن يستخدم عبد الملك الحوثي ضد بعض الأهل. وصل الحال لدرجة أن الرئيس الانتقالي هادي اعتقد أنه قادر على أن يسبق على عبد الله صالح لجماعة الحوثي لأنه لم يكن مستوعب طبيعة المعركة. بقية الأطراف السياسية أيضا، كل طرف سياسي حاول أن يركب على ظهر النمر بلا استثناء. الإصلاح ذهب واللقاء المشترك إلى صعدة مرتين وقابلوا عبد الملك الحوثي وجلسوا منتظرين ساعات حتى سمحوا لهم بمقابلته وخرج يملي عليهم شروطه، ومع ذلك عادوا وبشروا بأنهم جزء من الحوار وجزء من المرحلة. يعني ذهبوا حتى يستجدوه كي يدخل الحوار، ولكن عندما خرج من صعدة التهم الجميع. بالتأكيد، لأنه عبد الملك الحوثي أولا قادم من نظرية دينية ذات تاريخ، ثم ثانيا في تلك اللحظة عندما اقترب عبد الملك الحوثي من عمران كان يعرف بالضبط ما يريد، وهذه الجملة تحديدا وردت على لسان السفيرة بحسب ما سمعت ما فهمت من مسؤول سياسي كبير، وردت على لسان السفيرة البريطانية، قالت الحوثيون يعرفون ما يريدون ولن يتوقفوا عند مكان معين. بالنسبة لأناس كثيرين، نحن ككتاب، أنا من الكتاب الذين كانوا يتخيلون، قلت في مرة من المرات أتذكر أنه عبد الملك الحوثي وهو على مشارف صنعاء وجد أورشليم التي وعدها في الكتاب، نعم، ولن يعود دون أورشليم. لكن للأسف المرحلة الانتقالية، الزمن الانتقالي من فترة، أنا أعتقد أيضا كان في مشكلة رئيسية في الرئيس الانتقالي، في الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهي أنه خلال سنتين لم يكن الرجل قد استطاع أن يطور أدواته، سواء في معرفة ما الذي يجري أو على الأقل لم يستطع أن يطور حدسا، نعم، وتوقعاته. هنا إشكالية ربما كانت الكثير من المؤشرات تقول أن الدولة ستذهب باتجاه الحوثيين بدءا من دماج ومن ثم خمر وحاشد وعمران وصنعاء، الجميع تفرجوا. هل تدخلت السعودية تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية في يعني تسوية الأرضية أو الملعب السياسي للحوثي من أجل أن يدخل صنعاء؟ الإجابة نعم ولا، يعني في تقديري الشخصي، وأنا لا أقول حق وحقائق، أقول فرضيات. الإجابة نعم ولا. السفير السعودي كان يقول، السفير السابق السعودي قال بشكل واضح لمجموعة من الصحفيين إن المملكة العربية السعودية والحوثيون يحاصرون عمران، إن المملكة العربية السعودية لا تعتبر الحوثي تهديد عدوا أو تهديدا. كانت المملكة العربية السعودية والخليج تحديدا واقعة تحت هاجس الربيع العربي، وهذه إشكالية تاريخية لها مآلها، حتى روسيا كانت واقعة تحت فوبيا الربيع العربي. اللي حصل أنه النظام هادي ما كانش قادر يستوعب المسألة بشكل واضح، لأنه خرج من الظل. هادي عاش 16-17 سنة جوار على عبد الله صالح، لم يكن يمارس السياسة بشكل حقيقي، وبالتالي هو لم يلمس السياسة. الولايات المتحدة الأمريكية عايشت الحوثيين وبشكل ما مع مقدم الرئيس أوباما في 2008، أوباما كان يفضل وجماعة أوباما تفضل أن تنظر للحوثيين باعتبارهم الحوثيون. أنا كنت في عمان من تقريبا في العام الماضي في ندوة، وكنت حدث إلى مجموعة من الإعلاميين الغربي الأوروبيين من إنجلترا وهولندا وألمانيا، وكانت القضية التي أثيرها على الدوام هي أنه الحوثيون يرسلون إلى الخارج، أو أنتم تستقبلون من الرسائل من الحوثيين غير الرسائل التي نستقبلها نحن. الحوثيون كانوا على الدوام يبدون حسن النوايا بالنسبة للأمريكان. الأمريكيون هناك جملة تقول من يأبى للديمقراطية في اليمن،
يهمهم كان أن هذا البلد. السفير الأمريكي حتى كان يسخر عندما قالوا الحوثيين يصرخون بشعار المثل الأمريكي، كان يسخر يقول ليس إلا الاستهلاك، وكان يستقبل يعني عدد مفتاح وعدد وحسن زيد وعدد كبير من قيادات الحوثيين وهم في يرفعون الصرخ. بالتأكيد. طيب انسحاب السفارة الأمريكية وخروجها المبكر قبل سقوط صنعاء، أليس هذا مؤشر على أن يعني تسليم العاصمة بشكل كامل أو تسليم البلاد اللي يعني كانت مؤشر أخذه الحوثي كرسالة إيجابية أنه خذ ما شئت فلن يسأل أحد في البلد؟ الرسالة التي كانت تصل حتى الأمريكان من رئاسة الجمهورية، يعني عندما عاد، وهذا باعتراف الرئيس هادي نفسه، عندما دار أول لقاء للحرس أو لقاء لرئاسة الوزراء بعد عودته من السعودية بعد سقوط عمران، عندما طلب سأله السعوديون بشكل واضح وهو اعترف بهذا الكلام بشكل واضح، وأنا سمعته من أكثر من وزير حضر اللقاء، سألوه ما إذا أردت دعما عسكريا بمعنى ما الطيران السعودي المقاتلات السعودية والجيش السعودي حاضر. عاد الرئيس هادي إلى صنعاء وبشكل واضح اتصل بالسفير الأمريكي وقال السعوديون يدفعوننا في اتجاه الحرب ونحن أنهكتنا الحرب لا نريد أن نخوض حرب. فاتصل السفير السعودي بهادي بسفر السفير الأمريكي بالسفير السعودي وعاتبه، وكانت واحدة من أسباب القطيعة التي تحدث من وقت لآخر ما بين السعوديين. يعني لو خاض اليمنيون بمعنى أنه كان هادي، معلش خلص الفكرة، كان هادي برضو أخفق في إدارة المسألة أو في التنبؤ بالخطر أو في إدارة الخطر أو في شرح الخطر والمخاطر للآخرين، وبالتالي كان الأمريكان بيقولوا بأنه الأم السعوديون الحوثيون مهما اقتربوا من صنعاء في لحظة من اللحظات سيكون هناك اتفاق للسلم والشراكة وسترسل السفينة. يعني هناك تقديرات خاطئة من النخب اليمنية والنخب الخارجية وحتى الدول الجوار. لكن إذا عدنا إلى ما بعد سقوط العاصمة صنعاء، حدث انقسام كبير جدا في النخبة السياسية والنخبة المثقفة. لاحظ أن عدد كبير جدا ممن كانوا يعتبروا نخبة البلد ككتاب مفكرين مثقفين تلاشوا، وعدد آخر انضموا لجوقة الحوثي. كيف يمكن أن نفسر هذا السقوط يعني غير المفهوم؟ يعني احنا كانت مرحلة من العار. أنا حتى الآن أقول دخلنا في قناة من سوء التقدير التاريخي. استطاع مجموعة من العصابات أن تخترق الفجوات الموجودة في الحقل السياسي والحقل الاجتماعي وأن تلعب وأن تدير كل التناقضات وأن ترسل رسائل متناقضة إلى كل الأطراف وأن تعبر ضمن هذه الفوضى كلها وأن تصل في الأخير إلى قصر رئيس الجمهورية وتضع رئيس الجمهورية في الإقامة الجبرية. حالة من سوء التقدير التاريخي بتجعلني أنا شخصيا في المستقبل أتشكك في كل ما يقال وكل ما سيكتب وفي كل التحليلات وفي كل الرؤى. ربما سنعود لمشكلة النخبة وكيف ربما تعاملت مع موضوع سقوط الدولة والحوثي، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع دكتور مروان غفوري. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. نعود لاستكمال الحوار مع الدكتور مروان غفوري. دكتور مروان، سألتك قبل الفاصل عن النخبة و غيابها بشكل واضح عن المشهد اليمني. لاحظ أنه خلال العامين الماضيين غابت الكثير من الأسماء، غاب الكثير من الكتاب، السياسيين تواروا، جزء بسيط بقى في صنعاء يعمل بمعية الحوثي، لكن السكوت حتى في الإعلام الخارجي حتى في الكتابات. ما سر التراجع هذا من قبل حتى أولئك الذين طردوا أو هربوا من اليمن إلى خارجها، وليس بالضرورة ذهبوا باتجاه الرياض أو باتجاه إحدى عواصم التي تشارك في العمليات العسكرية في اليمن؟ يعني نحن أمام نخبة سياسية ونخبة ثقافية فشلت فشلا ذريعا في تعريف جماعة الحوثي على نحو مبكر. كنا أمام جماعة مبنية على شكل عصابات لا تستند إلى قانون، لا تعلم عنها الدولة شيء، علاقتها الوحيدة بكل الكيانات سواء القبلية أو السياسية أو الاجتماعية هي الصراع، بتعمل خارج كل دساتير ولا تعترف بالنظام الجمهوري وتدير ما تحت أيديها من الأرض بمعزل
عن الحكومة المركزية. فشلت كل النخب في تعريف هذه الجماعة باعتبارها عصابة، وكانت تقدم لنا عبر النخبة على مدار اللحظة بأنها إما أنها جماعة سياسية أو أنها جماعة متمردة على متمردة على منوال أساس الأحرار. يعني في الأخير النخبة التي فشلت في أن تعرف جماعة الحوثي ثم اكتشفت ثم فتحت عينيها فوجدت خيول الحوثي وهي تقتحم صنعاء، فيما بعد إما أنها أحست بالخجل أو أنها عملت كما تقول العرب سابقا أنجو سعد فقد هلك سعيد. كنت أتحدث إلى أحد مستشاري رئيس الجمهورية في الوقت الراهن، هو شخصية رفيعة من أسابيع، فبيقول أنا كنت في مصر والتقيت مجموعة من النخب السياسية مثل فلان وفلان، مجموعة من القادة السياسيين أو الأيقونات السياسية في الزمن في العشر سنين الماضية، فطلبت منهم فقط ونحن في حوارات كنا بنتفق على جملة من المواقف السياسية، طلبت منهم فقط في لحظة من اللحظات ولأكثر من مرة أن نصدر بيان مشترك عن ما يجري. فإحنا بنتحدث عليها عبر الهاتف طبعا، فبيقول يصطدمني الأمر أنه كلهم رافضين يحطوا أساميهم حتى اللي هو ارتباط سياسي أو ارتباط اجتماعي أو يخشى على أمواله أو على أولاده أو غير واثق من الشكل الذي سترسو عليه الحرب، وبالتالي مش يعني المنتظرين أكثر من يعني هناك طرف واحد لأن يخوض الصراع. ربما أنت كنت في 2014 كتبت أن كان هناك ليلة سقوط صنعاء أو قبل سقوط صنعاء وحتى قبل سقوط عمران 70,000 قاتل ينتمون للإصلاح، كانوا لديهم يعني مستعدين لأن يدافعوا عن عمران وعن صنعاء وغيرها، لكنه جاءت لهم أوامر بالانسحاب. اليوم هؤلاء أليسوا هم من يشكلوا الجبهات في عدد من المحافظات في عدد من مواجهة الحوثي؟ أليس يعني كان هناك سؤال يطرح نفسه، هل لو كانوا خاضوا تلك المواجهة مبكرا ما كانوا ما كنا نحتاج اليوم هذه اللحظة الراهنة؟ يعني مثل هذا السؤال أنا شخصيا بيربكني، لأنه عندما نتحدث عن حزب الإصلاح تحديدا والدور المفترض في حماية العاصمة، عندما دخل الحوثيون صنعاء أو كان الحوثيون يحاصرون صنعاء، كان في تقديري الشخصي حزب الإصلاح قد بلغ أعلى مستويات نضجه السياسي كحزب، في حين كانت الحوثية قد بلغت أعلى مستوياتها كجماعة إرهابية. وبالتالي افتراض بأن حزب سياسي بيحاول أنه يهندم نفسه كحزب أنه قادر على أنه يوقف جماعة لا يرى منها سوى أطراف البنادق، ده هذا فرض صعب جدا. طيب يعني نتحدث عن الإصلاح أو يتحدث الكثير عن الإصلاح وكأنه من خذل الدولة، بينما هو ربما كان لديه نية أن يكون جزء من مشروع مقاومة في حال وجود الدولة. الأطراف الأخرى لا تتحمل جزء كبير من المسؤولية، خاصة أن هناك أطراف سياسية أو نخب مهدت للحوثي وكانت مع تقول دعوا الحوثي يضرب الإصلاح وبعد نتفاهم. طبعا بنعود برضو للنقطة الأولى، يعني أنه لمن المخزي أن الجماعة الحوثي بتقتحم صنعاء وبتقترب من معسكر القوات الخاصة. نعم. ووزير الدفاع في غرفة العمليات يهاتف من غرفة العمليات، يهاتف النائب الإصلاحي الأشهر الشخصية الإصلاحية الأكثر شهرة في الجنوب صلاح باتيس، ويقول نحن الآن في غرفة العمليات ندير العملية، فين أصحابك يلا اطلعوا. نعم. طبعا على شكل من أشكال السخرية، يعني كوميديا سوداء. الكوميديا السوداء بتعرف دائما هو ذلك الشكل من الكوميديا الذي يدعوك إلى الضحك إلى الضحك حتى تنفجر باكيا. في تعز، خليني أضرب لك مثلا. نعم. في تعز أنا بعتقد أنه جماعة إنه المخلافي مع جماعة مقاومين موزايك بينتمون لكل الجهات، قاموا بأول عملية مقاومة ثم فيما بعد غرقت تعز في المقاومة، وهناك أنا أصبحت تعز مش بس عصية على الحوثيين، أنا بقول أصبحت عصية حتى على الدولة. نعم. لكم السلاح والمقاومين الموجودين فيها. مسألة كانت صعبة، الذين يسألون مثل هذه الأسئلة الساذجة للأسف هم أنفسهم اللي كانوا بيعرفوا جماعة لا تعترف لا بنظام جمهوري ولا تحترم فكرة الدولة
ولا التعايش السلمي بأنها جماعة سياسية. أنا لا أعرف ما هو تعريف الجماعة السياسية. الآن عامين من الصراع، عامين من الانقلاب، عامين من سرقة الدولة، الكثير من السلاح، الكثير من القتلى، الكثير من الجوع، الكثير من الفقر، الكثير. لكن لا يرى في الأفق سوى الأطراف المتحاربة، أو بشكل أساسي لا يتعامل العالم إلا مع الحوثي، مع المخلوع، وما زال التمثيل السياسي والدبلوماسي يتخاطب مع هذه الجماعة الانقلابية. كيف يمكن أن نفهم أن العالم يريد حلا سياسيا في اليمن، أو يريد القضاء يعني دعم اليمنيين في استعادة دولتهم، وهو ما زال يتعاطى بشكل واضح مع الجماعة الانقلابية؟ يعني أنا أكرر دائما بأن المجتمع الدولي هو أكذوبة، والحكومات تحديدا الحكومة الأوروبية على سبيل المثال هي حكومة بيروقراطية ليس لديها المعرفة الكبيرة بما يجري في البلد. أنا أتذكر جملة كنت أسمعها من الصحفي الألماني الشهير يوغن تودنهوفا، نعم، وهو بيقول دائما ليس لدي أي فكرة لماذا الساسة في برلين، ليس لديهم أي فكرة. نعم، وهذه جملة كان بيعلق بها على موقف حكومة برلين مثلا ما يجري في تركيا وما يجري في العراق وما يجري في سوريا. المسألة الكرة هنا بترمى في مرمى وزارة الخارجية اليمنية. وزارة الخارجية اليمنية في المرحلة ما قبل عبد الملك المخلافي كانت ميتة تمشي على قدمين، والآن بتحاول تصحو، لكن يبدو عبد الملك الحوثي كأنه يلعب لعبة وان مان شو، لعبة الرجل الواحد بلا فريق. عبد الملك المخلافي بيلعب لعبة الوان مان شو، لعبة الرجل الواحد، وبحاجة لفريق. فكرة أن تغير موقف الجماعة الدولية، أنت بحاجة إلى أن تغير فريق اللعب، أنت بحاجة لعمل كثير. دكتور، يعني بعيدا عن هذا، ألا يجب أولا ترتيب بيت الشرعية؟ يعني الآن لا توجد وزارة في عدن، لا يوجد مسؤولين لديهم أماكن يذهبوا للدوام إليها. كيف بالإمكان نتحدث عن دولة وهي لم يعمل الرئيس هذه ولا تعمل الحكومة على إنشاء نواة لاستعادة الدولة، ويتحدثوا لدينا عاصمة مؤقتة لكن بلا وزراء، بلا وزارات، بلا مؤسسات، بلا خدمات، بلا أمن، وما زالت تدار أيضا بأكثر من إدارة. كيف يمكن أن نفهم ما هي فلسفة إدارة الدولة بهذا الشكل؟ شوف، الثورة قامت ضد علي عبد الله صالح لأن الماطور الذي يشتغل به علي عبد الله صالح لم يعد قادر على أن يعمل أو على أن يحل مشاكل الناس. كان ماطور ينتج مشاكل وينتج حلول. انقسم هذا الماطور، ونحن ندير الدولة بنصف الماطور العطلان لعلي عبد الله صالح. قال هادي يوم من الأيام: أنا جلست بجوار علي عبد الله صالح 17 عام ورأيته كيف يحكم وتعلمت. هذه مشكلة، سقط الماطور العطلان ثم أخذنا نحن نصف ذلك الماطور العطلان. نحن نواجه نظام انقلاب علي عبد الله صالح بنصف نظام علي عبد الله صالح. طيب دكتور، لو ذهبنا بعيدا، ربما نذهب لجزء من آرائك المنشورة. قبل فترة أنت قررت اعتزال الكتابة السياسية نهائيا والتفرغ، لكن يبدو أنك لم تستطع يعني مقاومة الوفاء بوعدي يعني. نعم، ما الذي يدفع الكاتب لأن يذهب هذا الاتجاه؟ أي اتجاه؟ أنه العزلة، يعتزل ومع ذلك لا يستطيع. هل هو هل هي حالة يأس، حالة احتجاج، حالة يعني؟ أنا مثلا في لحظة من اللحظات جونتر جراس غضب في ألمانيا في عام 86 بسبب فوضى ما سياسية، وقرر أن يعتزل، سافر إلى الهند وبعد سنة رجع وواصل الكتابة. في الأخير المشهد في اليمن بيمسك في كل مكان. أن تكون مدينتك محاصرة وأن تنظر أنت إلى ما بعد 20 سنة وتتخيل وترى وطنك على شكل مقبرة، أنك ستعيش في المنفى ولن تعود أنت إلا كمقبرة، وأنا أفضل طموحاتك هي أن تشتري مقبرة في بلد غريب. فجأة تجد نفسك أنت مش معني بالكتابة عن الشأن السياسي، وإنما أنت معني بالكتابة عن ذاتك. دكتور، أنت يعني ربما من أكثر الكتاب إثارة للجدل. قبل فترة قررت أن تعتذر لعبد الملك الحوثي والمخلوع، وتقول أنهم ليسوا الأكثر سوءا في اليمن. هل بالإمكان أن يكون هذا يعني اعتراف حقيقي، أم أنه تعبير مجازي، نكاية في طرف ما، نكاية لحملة تعرضت لها، أم أنه هذا فعلا ما تراه أنت وتشعر به؟
يعني في تقديري الشخصي بالمعنى الأخلاقي، عندما يقف الرجل صادقا مع نفسه لا يوجد أسوأ من علي عبد الله صالح في اليمن، لا يوجد أسوأ من علي عبد الله صالح في اليمن، لأنه هو الشخص الذي ولد بريئا ثم دمر نفسه بنفسه بنفسه. يعني شخص حول نفسه في الأخير إلى لغم. كان في تعبير قديم لفكري قاسم، كاتب فكري قاسم، يقول إنه علي عبد الله صالح دائما يشعرنا بأنه شخص داعس على لغم. نعم. كل ما قلت له ارجع لورا قال برفع رجلي. هو كان اللغم شخصيا علي عبد الله صالح. لكن في لحظة من اللحظات أنا عندما كتبت إنه أعتذر لعبد الملك الحوثي وعلى عبد الله صالح، فقد كنت أعتقد أنهما أسوأ رجلين في اليمن، لا زال أعتقد أنهما أسوأ رجلين في اليمن رغم اعتذاري. طيب دكتور، يستسأل الناس، أنت دكتور وتكتب دائما أنك تمارس عملك لساعات طويلة، ومع ذلك تكتب منشورات ربما طويلة جدا، ربما يعتقد البعض أنها تأخذ منك يعني لديك إسهال أو كما يقولون في الكتابة، فيقولوا هل بالإمكان أنه يتفرغ لعمله كطبيب جراح في القلب والكتابة بهذا الشكل وبهذا الإسهال وبهذه المعلومات، كيف يمكن الجمع بينها؟ أنا أبدأ عملي الساعة 7 صباحا، في العادة الشغل في ألمانيا يبتدي الساعة 8، أنا كنت 7 لابس الزي كطبيب وبادي العمل، أعود للبيت الساعة 17، يعني الساعة ما بين 5 إلى 6، نعم. أحيانا الساعة 7. بس في الغالب أنا عندي 3 سبورات في البيت قبل أن أذهب إلى الشغل، أكتب على واحدة من السبورات الأشياء التي سأكتبها أو سأقرأها في المساء. نعم. وبالتالي أنا الساعة 12 ظهرا أعرف إلى حد كبير الأشياء التي سأقرأها الساعة 10 مساء. ففي دارة الوقت باستطاعة الواحد في خلال ساعة منظمة ومرتبة كومباكت أنا أكتب هذا الشيء الكثير ومن تجربتي الشخصية. ميم غين ماذا أنا؟ وأعصابي. رسائلك إلى هيلين، يعني هناك الكثير يعني توجه من عبر، يعني أنت توجه عبرها رسائل إلى أطراف مختلفة. يعني هناك من يقول أنه ليس من الجيد إقحام ربما الأمور الشخصية في الأمور العامة، كيف ترى؟ كتاب رسائل هيلين كتاب أنا أعتقد أنه هو أفضل الكتب التي كتبتها على الإطلاق، وهو لأنه بيمسني شخصيا بالمعنى النفسي. عندما كانت زوجتي حامل بهيلين فأنا قررت أن أكتب كتاب منذ أول يوم تلقيت فيه النبأ حتى ليلة الولادة، فكتبت لهيلين ما أشاهده في تلك الأيام في السياسة والثقافة والحياة العامة، عن السينما والفن وعن التاريخ، عن الموت، عن الحياة وعن الكائنات الفضائية. عندما ولدت هيلين توقفت عن الكتابة ثم جمعت الكتاب، أسميته كتاب هيلين لأنه كان في تقديري الشخصي عندما تخرجين الآن للحياة عليك أن تكتشفي الأمور الآن بنفسك، فسأتوقف عن الحكاية. وأنا قررت أن لا أنشر هذا الكتاب إلا عندما تبلغ هيلين 7 أو 8 من عمرها كي تقرأ، لكي تقرأ هذا الكتاب. طيب دكتور، بين فترة أخرى نلاحظ أنه تثير غضب متابعينك، يعني في الصف في الوقت الذي كثير يعتقدون أن مروان الغفوري هو منظم إصلاحيا أو قريب من الإصلاح، لاحظ أنك تهاجم الإصلاح ربما وتتهم حتى الإصلاح، تقول أنه ليس حزب سياسي. أنت في آخر ربما في المنشورة الأخيرة قلت أن كنت تعتقد أن الإصلاح حزب سياسي، لكنك اكتشفت أنه ليس حزبا سياسيا ربما بعدما ناقشت عدد من أطروحات الفكرية للمؤسسة أو الأصولية لحزب للفكر الإسلامي السني إلى حد ما. يعني أنا علاقتي بحزب الإصلاح وعلاقتي بالسلفيين سابقا، الحركة السلفية بالنسبة لي في البداية كانت كمكتبة، دخلت الحركة السلفية قرأت الكتب ثم خرجت، وجدت حزب الإصلاح ماثلا أمامي شامخا كبيرا عريضا ولديه مكتبة كبيرة، وأنا رجل قروي يحب الكتابة ويحب القراءة، فقرأت كتب الإصلاحيين. ثم عندما انتهت كتب الإصلاحيين خرجت من الإصلاح أبحث عن كتب أخرى. هذه قصة علاقتي بحزب الإصلاح. أنا رجل أزعم أني أعيش وحيدا، أعتقد فيما يخص مسألة حزب الإصلاح أنا أكرر دائما وحزب الإصلاح كموضوع، حزب الإصلاح كموضوع بإمكانه أن يحول الرجل إلى أبله، بمعنى إذا تعامل الرجل مع حزب الإصلاح بمجرد انفعالات أو كاستجابات فقط لضغوط نفسية أو وضع حزب الإصلاح ضمن
نموذج أو ضمن صورة تاريخية. يعني هل نستطيع أنه هو أعتقد لا ينطبق هذا فقط على الإصلاح وإنما على كل أحزاب الإيديولوجية؟ يعني ما أنا بقول أنا أن يحول الرجل اللي قبلها ليس الفرد جوا الحزب وإنما المثقف الذي إذا لم يتعامل مع حزب الإصلاح كموضوع بذكاء وبهدوء وبروية فمشكلة، لأنه ممكن تبدو كأهبل وكأبلغ غير قادر على أن تحلل الموضوع التي أمامك. أنا عندما قلت أنه قلت كنت أعتقد أن حزب الإصلاح حزب سياسي، لكني لم أقول لكني اكتشفت أنه غير سياسيا. نعم أنا قلت كنت أظن أنه حزب سياسي. طيب دكتور، يعني عندما تهاجم أو تكتب هذا تهاجم بآلاف المنشورات، ألا يضر هذا يعني في جزء يعني يجعل لديك جزء يستاء من هذا الهجوم بينما أنت تعتقد أنك قدمت لهذا الحزب أو لهذه الطريقة في التفكير ما لم يقدمه الآخرون؟ أنا لا أقرأ ما يكتب عني. تعلمت مبكرا من مذكرات كاتب لبناني حصل على الدكتوراه في ألمانيا وقال بأنه أخبره المعلم عندما تعود إلى بلدك أنت تحمل فكرا جديدا وبأنك تنوي التأليف فلا تقرأ ما سيكتب عنك لأنك في عالم ثالث له وضعه الخاص سيردون عليك بالانفعالات. دكتور أنت ترد أحيانا بانفعال كبير جدا على ما يكتب وتصف من كتب عنك بألفاظ أحيانا لا يجوز يعني أو يمكن أن أطلق عليها زائد 18 يعني. كيف بالإمكان أن كاتب مثقف روائي ينزل أحيانا باللغة إلى اللغة فيها الكثير من المصطلحات القاسية وأيضا لا نستطيع أن نقول يعني بين قوسين الشوارعية؟ أنا كاتب روائي، الرواية عندما كان يعرفها هيجل بأنها ملحمة الطبقة الوسطى جاء باختين قال لا ليست ملحمة الطبقة الوسطى ولكن الرواية هي كتابة قاع المجتمع. وأنا في أنت في رواياتك مهذب جدا. وأنا في رواياتي أكتب لقاع المجتمع. عندما تقرأ كود بلو أو عندما تقرأ الخزرجي ستجد أني أعيش في قاع المجتمع، أتحدث للناس وأنقل لغتهم. يعني الأدب العربي والثقافة العربية تحديدا بصرف النظر عن باقي آداب الأمم، الثقافة العربية مليئة باللغة اليومية التي يستخدمها المرء في حياته الشخصية ولكنها تستخدم في المجال العام. أنا بإمكاني مثلا أن أقول عن الكاميرات بعض العبارات التي قلتها عن عبد الله صالح والحوثي ولكن لا حاجة لنا من ذلك، لا أخجل بالمرة من اللغة التي أستخدمها. طيب دكتور، يعني لاحظنا أنه هناك كثير من العداوات في الوسط الإعلامي والوسط الصحفي والوسط حتى المثقف، يعني ما يعني في الوضع هل هذا جزء من انعكاس جو الحرب، جو انعدام الدولة، جو سقوط العلاقات الاجتماعية؟ وهل بالإمكان أيضا أن نرمم أو أن يتم ترميم هذه العلاقات الشخصية والاجتماعية إذا ما تجاوزت البلد الحرب؟ نحن نمر في مرحلة أنا أعتقد أنه تقريبا الفرد اليمني دخل في متلازمة بنسميها في طب النفسي في علم النفس تحديدا helplessness hopelessness، متلازمة فقدان الأمل واليأس، وهي متلازمة شبيهة بالعدمية الحضارية. أنت الآن هنا مثلا في إسطنبول بتجد نفسك ما أنتش قادر تسأل عن أين سأكون أنا غدا أو بعد غد. بمعنى أنت الآن تعود إلى بيتك وأنت غير قادر على أن تضع مشروع لنفسك بعد 5 سنين. هذا الموضوع دائما الضبابية uncertainty اللا تحديد يجعل المرء متوترا إلى أعلى درجات التوتر. نحن بنعيش حالة من التوتر الجماعي والفردي، نعم، حالة من انفلات الأعصاب فيما بقي من أعصاب. طيب دكتور، هل تعتقد أن الحرب ستنتهي في اليمن قريبا؟ هل هناك ملامح تدل على ذلك أم أننا دخلنا يعني أفق غير مرئي نهايته؟ يعني في جملة بتقال في علم الحروب، يعلم كثيرون متى ستقوم الحرب ولكن لا يعلم أحد متى ستنتهي. هل تعتقد أن اليمنيين قادرون على تجاوز هذا المأزق؟ أنا أعتقد أن كل الأمم عاشت تجارب مشابهة، مش كل الأمم تحديدا بالمعنى الرقمي ولكن أمم كثيرة جدا في الأرض عاشت مثل هذه الزعزعات، عاشت مثل هذه الفوضى أو الكاوس. دكتور، هذا ربما ينطبق على الأمم التي تعيش صراع
محلي، لكن نحن نعيش صراع محلي بأدوات أو بكوكلاء لصراع خارجي وإقليمي ودولي. لا أحد يفكر باليمن كبلد مستقر، الجميع يرى اليمن نافذة أو أداة لإشغال الآخرين. حتى الأمريكان الآن التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية هي لا ترى لم تتحدث عن الحل السياسي نهائيا، وإنما قالت أنها ستضع عينها على اليمن وبدأت فعلا عسكريا، ولم تتحدث عن أي حل سياسي أو إنساني لما تمر به البلد. أنا بنظر إلى التصريح الأمريكي بشكل إيجابي، فأقول أنه التصريح الأمريكي كان واضحا عندما تحدث عن الأيادي الإيرانية التي تزعزع اليمن، وهو بينظر إلى الزعزعة الحاصلة في اليمن باعتبارها واحدة من المنتجات السوداء للسياسة الخارجية الإيرانية، وده كلام واضح. كان الكلام واضح، لكن عندما تنفذ عملية في مناطق يسيطر عليها الحوثيين ولا تستهدف يعني وتستهدف قرية آمنة، يعني هذه صفارة، هذه صفارة البدء، صفارة يريدها ترامب، يريد صفارة بدء بموضوع جسيم وموضوع له حضور في لدى المجتمع الأمريكي، خاصة مع زنقته في البداية مع مجموعة من القضايا المعقدة، فهو يريد دخول درامي في المشهد الأمريكي. اختار هذا المشهد. طيب دكتور، في ربما في أقل من دقيقة، لدينا إشكالية اليمن، ما اليمن غدا؟ هل ستكون هي نفس اليمن التي كانت اليوم أو التي كانت بالأمس؟ خاصة أن هناك الآن مشروع جنوبي بدأ يتنامى ولديه عدائية ضد كل ما هو شمالي. شوف، أنا بعتقد أن كل أنا الدولة، أنا كثير من دول العالم تمر إلى الاستقرار عبر طور شديد من زعزعة الاستقرار. أنا بعتقد أن زعزعة الاستقرار التي حصلت في اليمن، في الشمال، في الجنوب، في الغرب، في الوسط، في الشرق، هذه الزعزعات بإمكانها أن تكون هي الواقي، أن تكون هي جدار الحماية. نحن بنتذكر كانت من أشهر أغاني فيروز تنذكر ما تنعاد، أغاني ما بعد الحرب العالمية، ما بعد الحرب الأهلية في لبنان. وأعتقد أنه إحنا في لحظة من اللحظات سنغني أغنية شبيهة بتنذكر ما تنعاد، أنه نتذكر تلك الحرب وتلك الفوضى بس ما تنعاد. دكتور، هل سينزل يعني من الجبال غير الحرب شيء آخر؟ ستنتج الجبال غير الحرب في حال لم يقبل الساهل بالتعايش مع الجبل؟ هذا سؤال مركب، وكانت فكرة الأقاليم بتحاول تقدم إجابة على هذا، على مثل هذا السؤال. في 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 سنبل ما بعد المليوف، مسلسل سنبل ما بعد المليوف، عندما يضرب أهل الجبل فيصرخ: يا أهل الجبل، خدت من الجبل قسوته بالطريقة الصعيدية، وما خدتش من الجبل شموخه. من الجبل يمكن أن تنزل المدينة أيضا، وفي الجبل يمكن أن تعيش المدينة، إنما ضمن سياقات تاريخية شديدة التعقيد. فبراير كمحطة في ذكرها السادسة، هل هو فرصة أو هل يحمل في طياته فكرة لقيام دولة حقيقية قائمة على الأفكار التي دعا إليها: عدالة، مواطنة، حرية؟ أنا أعتقد أنه الآن فبراير تحول من كونه ثورة إلى كونه إنسبيريشن، إلى كونه حالة من الإلهام. الناس الآن، أنا بشوف موجات جديدة الآن تتذكر فبراير، موجات كانت أيام فبراير في سادسة ابتدائي وأولى إعدادي لا تعي بالضبط ماذا تعني فبراير، الآن تحتفل الآن معنا بفبراير، لأنها تحولت إلى إنسبيريشن، إلى حالة من الإلهام، حالة من الظل. وأنا أعتقد أنه طالما روح فبراير، في أمريكا مثال شهير جدا، روح 76 اسمه، سبيريت، مضبوط، روح 76 تمثال شهير جدا في امريكا. انا اعتقد انه 11 فبراير حيكون عندنا ذا سبيريت اوف. نعم دكتور، الحديث معك شيق لكن للاسف داهمنا وقت البرنامج، يعني كنت سعيد جدا بالحوار معك، لكن ان شاء الله ستكون لدينا فرص اخرى. اهلا بك، مرحبا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور مروان الغفوري الكاتب والروائي اليمني. كونوا معنا في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.